السلام عليكم. في سؤال جه بيقول عندنا نقل الشيت من ملف لآخر باستخدام ريفت ترانسفير ما بيتنقلش، فايه هو الحل او مش موجودة؟ طيب يعني في طريقة عشان انقل معلومات من ملف ريفت لملف ريفت، ان انا افتح الاتنين جنب بعض واروح للملف اللي عايز استقبل عليه، مش اللي فيه الحاجة وعايز اخد منه، لا ده الملف اللي انا عايز اخد له، تمام؟ فاروح لمانج واقول له ترانسفير بروجكت ستاندرد، اول حاجه اعملها تشيك نون اساس ما يجيش كل دول، وابدا اختار الحاجات اللي انا عايزها، تمام؟ فمثلا لما بقول له شيت ما بلاقيش الشيت موجوده، تمام؟ طيب ازاي انقل الشيت؟ في اكتر من طريقه. ممكن ان انا افتح الملف التاني ده مثلا واروح مختار الشيت واعمل سيلكت مثلا على دوت، لو انت عايز تنقل الباند مثلا تقول له اديت فاميلي، اتحملت معايا، هقول له لود انتو بروجكت، واروح مختار الملف اللي انا شغال عليه واقول له اوكي، فيروح محملها لي للمشروع دوت. فلما اجي اقول له عايز نيو شيت هلاقيها موجوده. طيب في حل اخر، ده لو انا عايز انقل الفاميلي، انما لو انا عايز بقى الشيتات هروح على انسيرت واقول له انسيرت فروم فايل، هتلاقي ديت بيقول لك هتنسخ لك الشيت والاسكادولات والدرافت فيو، فبتقول له اوكي وتبدا تشوف ملف معين، مثلا الملف دوت ما اعرفش اذا كان فيه شيتات ولا لا، بس هي دي الطريقه ان انا انقل شيتات من ملف ريفت لملف اخر. بدا هو يقول لي في شيتات اهيت، فتبدا تعلم على الحاجات اللي انت عايزها، تمام؟ وتقول له اوكي فيبدا ينقلها لك عندك.